الرقص أطاح بمذيعة إيرانية وحاليا بتواجه عقوبة الفصل من عملها، وعلى الرغم من أنها ما رقصت ولا سوت شيء ولا في أحد أصلا رقص، لكن الموضوع أنه ضيفها دعا المشاهدين للرقص. شوف الفيديو أول. بله، لطافتش مثل شیر مادر هست و بهتر هستش که در خوراکی های شب یلدا حتما بادام رو افرادی که معده ضعیف دارن، ریفلاکس دارن، اینا جایگزین کنن و بعد برقصن. من خواهش میکنم برقصن. خنده شما عجیب بود. چرا؟ چون حرکات جسمی باعث میشه حداقل شب سبکتر بخوابن و این اتفاق کنار هم بودن، در کنار هم شعر خواندن، در کنار هم گفتن و رقصیدن، این باعث میشه که شاید بخشی از این استرس هایی که این چند وقت به خاطر کرونا خانواده ها تحمل کردن کم بشه و انشالله ما بتونیم در حال خوبی مردممون رو ببینیم. انشالله که حال همه مردم ایران خوب باشه و فکر میکنم که دیگه بخش پایانی است. مسكينة، كان هذا آخر كلامها. المذيعة هي روزيتا قبادي وبتقدم برنامج مسائي شهير اسمه عصر الأسرة، بيعرض على القناة الثانية في التلفزيون الإيراني، ومثل ما شفتوا خلال حوار عفوي يعني نصح ضيفها الناس أنها ترقص في بيوتها علشان يخففوا توترهم وما يجيهم اكتئاب في زمن كورونا. والمذيعة وقتها ضحكت بعفوية، يعني الضحكة الشبه مسموعة كان ثمنها باهظ. ففي الحلقة اللي بعدها رجعت روزيتا واعتذرت من المواطنين والسلطات، خلال اعتذارها قالت أنه الضيف ربما استخدم كلمات دون مستوى الجمهور، في حين أنها كمقدمة البرنامج كان يجب عليها أن تصحح حديثه، لكن وقت البرنامج كان ضيق. على العموم يبدو أن الاعتذار ما جاب نتيجة، فحاليا التلفزيون الإيراني أوقفها عن العمل لأجل غير مسمى.